راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. الأعزاء المستمعين في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا بكم في كل مكان ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا صوت الولايات. سعداء في هذه الحلقة أن يكون معنا عضو لجنة الاعتصام من الوحدة الإدارية بمحلية الفداء المناصير بمحلية أبو حمد، الأستاذ عثمان علي جبريل، عشان ما يكلمنا عن الاعتصام في المحلية والأسباب التي أدت إلى ذلك، وأيضا الأضرار التي لحقت بأهل المحلية من شركة التعدين قرب المنطقة. أهلا بك. طيب، الاعتصام ده في منطقة الفداء. المنطقة دي هي طريق رابط ما بين مصانع معالجة الكرتة اللي هي بيعالجها بالسيانيد والسوريا وبعض المواد اللي بتساعد في تخلص الذهب من الكرتة. والكرتة عبارة عن حجر مطحون عشان يستخلص منه الذهب كدرجة ثانية. نعم. الاستخلاص بالمواد الكيميائية كدرجة ثالثة ورابعة. الطريق ده رابط ما بين مدينة أبو حمد وما بين مصانع الكرتة، لكن غرب المصانع دي في غرة تسمى غرة المناصير. نعم. تمام. الغرة دي طبعا ظهرت فيها وباء زي الكبد الوبائي، زي الفشل الكلوي، السرطانات، يعني بكمية كبيرة. نعم. طالب السلطات المحلية بترحيل المصانع من الأماكن المحددة لها. السلطات متغاعسة بفعل الرشاوي والعنصرية والكلام الزي ده يعني. نعم. فبقوا ما بيهتموا بما يقول المواطن تجاه حماية نفسه مثلا. نعم، اصلا مش المفروض لما يشد نعم مش اصلا المفروض المناطق تكون بعيدة من المناطق اللي فيها المصانع بتاعتها. نعم، ايوه، المفترض كيميائيا وعلى حسب القوانين بتاعت الامم المتحدة وقوانين حقوق الانسان. نعم. المفترض المصانع بتاعت السيانيد تكون على بعد 50 او 60 كيلومتر من حتة من آخر مواطن، يعني آخر مبنى سكني من الحتة اللي فيها المواطن. نعم، وأسل مسافة تحديدا بينكم وبين المصانع أو المحلات بتاع تصنيع الذهب، يعني قدر شنو؟ 2 كيلومتر، وبعد مرات حيكون 1700 متر. نعم، أوكي، يلا واصل، تفضل. بعد ده قام المواطنين اعتصموا اعتصام سلمي. نعم. على أساس إنه يخطر السلطات المحلية بإنه والله ما تقوم به هذه ما تقوم به الشركات هو أمر مخالف للقوانين ومدمر للبيئة ومدمر للإنسان الذي يعيش على سطح البيئة أو على سطح الأرض. طبعاً خلقت الأكوان مطية للإنسان. فبالتالي نعم. غرروا الاعتصام ده وطالبوا إنه ترحل هذه المصانع أو يتم إيغافها إلى أجل غير مسمى. والناس يقعدوا يشوفوا لها مثلا حل، لكن يكون قانوني وفق قوانين الاستثمار المعروفة وقوانين حقوق الإنسان والقوانين الموضوعة لحماية البشرية. نعم. بس. نعم. طيب، حاليا انتوا اعتصمتوا في منطقة الفدا، هل في أي جهات خاطبتوا، أي جهات أو في أي جهات زارتكم جات عشان ما تشوف المشاكل تحديدا شنو مع مناطق الذهب القريبة من مناطق السكان؟ المحلية محلية أبو حمد. نعم. متمثلة دي طبعا في الحكومة المحلية، وولاية نهر النيل متمثلة في الحكومة الولائية. نعم. بين تم إقرارهم وما أظن ما في رد لمصلحة المواطن أبدا. وقبل كده بالمناسبة في ثروة حيوانية نفقت بالاجتهاد الأفعال بالمعالجات في بهايم شربت من السيانيد ده وماتت، بهايم كبيرة وكثيرة جدا جدا، وتضرر منها ناس كثيرين. والآن نحن لدينا صور ممكن نرسلها لكم بعدين إن شاء الله، بيجي لو عندكم واتساب طبعا عالمي انتوا طبعا. نعم نعم نعم، في الواتساب بتصل. نعم، ممكن ترسلها لي، انا بستقبلها وبشوفها. وعندنا التقارير، ايوه، عندنا التقرير بتاع النيابه برضو ممكن نرفعه لكم
عبر الواتساب. التقرير بتاع النيابة بقول شنو؟ التقرير بتاع النيابة طبعا ما بيجي في صالح المواطن إلا بيجي في صالح الشركات. نعم أهم ما فيه. مع إنه الحاجات دي موجودة يعني، مع إنه الحاجات دي موجودة، حتى الثروة الحيوانية النفقات موجودة ومصورة يعني، ونحن جبنا تحليل أو تقرير طبي وحجزته مننا سلطات، ولسه حبيس الأدراج ما بيطلعوه للمواطن على أساس إنه يطلع عليه ويعرف الحاصل شنو. نعم، وهل في يعني للأمانة يعني هل في مواطنين يتضرروا من المواد المستخلصة من يعني السيانيد والأشياء اللي أنت ذكرتها دي؟ هل في يعني مواطنين في المنطقة حصلت أمراض، رصدتوا أمراض، رصدتوا يعني حالات؟ نعم، حالات بتاعت اجهاض كثيرة جدا جدا، حالات بتاعت فشل كلوي كثيرة جدا جدا ما كانت بيعرفوها، حالات الصرع اللي هو انقطاع التيار الكهربائي عن مخ الإنسان لفترات طويلة، وحالات التشوهات الخلقية، بكل الحالات دي موجودة عندكم في المنطقة. وده يعني أنا بتكلم معاك حتى لأنه أنت بعدين الكلام ده أنت حتقوم حيكون عالمي طبعا، وحيكون أمام نحن مسؤولية الأمانة الأخلاقية في رفع التقارير للمنظمات الدولية. نعم، يعني أنا برضو بسأل تحديدا في الحتة بتاعت، هل يعني في حديث حول إنه يعني جاء من إنه أنتوا يعني قمتوا بتكفيل الشركات في المنطقة، الكلام ده صحيح؟ بإغلاق صحيح الشركات؟ صحيح، ممكن يعني توضح لأنه لي بصورة أوضح؟ إذا أيوه طيب، المواطن تضرر، نعم المواطن بيرى إنه يرى نفسه يموت، ويرى نفسه ثروته الحيوانية التي يعتمد عليها في الحياة تموت، أي ويرى البيئة من حوله أصبحت ذات طابع خطر، نعم يعني بيئة خطرة لا يستطيع تحمل العيش عليها، ما بيتحمل إنه يعيش عليها يعني. لكن انتوا قفلتوا الشركات ولا الشركات ما زالت بتعمل؟ الشركات تحديدا، الشركات ما بتستجيب للناس، ما بتستجيب للمواطن، فبالتالي المواطن بيقوم يتجاوز الحكومة والسلطات المحلية، يستعمل القوة الذاتية. وانتوا استعملتوا القوة دي قفلتوها يعني؟ استعملنا القوة الذاتية في منطقة الفيدا، ما استعمل القوة الذاتية، لكن في منطقة أمسرح اللي هي غرب الشريق نعم استعمل القوة الذاتية وحرقوا المصانع، لكن ده بعد نفس طويل وطول بال، وبعد وقفات احتجاجية متكررة، وبعد الناس اجتهدت اجتهاد كبير في انه يقعدوا مع المسؤولين يحلوا هذه المشاكل ويرفعوا المخاطر دي عن كاهل المواطنين، ولكن الحكومة لم تستجيب ولا حياة لمن تنادي، فقاموا تجمعوا وعمدوا العمل اللي هو اللي قلت لك كثيرة. نعم، طيب في المناطق اللي حولكم يعني ما زالت الشركات دي بتعمل حتى الآن؟ نعم، الشركات تعمل، وشركات محمية بأشخاص معتزين في الدولة، وهم اللي بيكسروا القرارات، وهم اللي بيبنوا القرارات، وزي ما كنتم شايفين أنتوا الوضع في السودان عبر الشاشات. نعم، طيب سؤالي يعني أنتوا الآن يعني أهدافكم من أجلها يعني الاعتصام هيستمر لمتين، ومطالباتكم هل أنتوا حددتوها؟ الاعتصام ده سيستمر إلى أن تستجيب السلطات المحلية في ترحيل هذه المصانع، والناس طبعا هنا كل موضوع واحد يليق حول ترحيل المصانع من جنبه، يعني الناس تعيش حياة كريمة، ما عندهم أكثر من كده، لا عنده لا معارضة ولا ناس مثلا دايرين مثلا يضروا بمصالح أحد، لكن همهم أن يعيشوا في بيئة نظيفة خالية من الوباء. نعم، همهم يرفعوا اعتصامهم ده إلا الحكومة تبعد المصانع دي من جنبهم أو تقفلها. طيب سؤال أخير، يعني هل في منطقة الفيدا يعني سمعنا بأنه في مناطق يعني قريبة منكم جات يعني اعتصمت أيضا انضمت للاعتصام ده؟ نعم، كل المناطق بالقرب منها إنشاء مصانع بتاع معارية كرتا أو مصانع الصيانيد كما يسموها السكان المحليين، هي اشتركت في هذا الاعتصام وطالبت بترحيل هذه المصانع نسبة للأضرار التي بلغت ذروتها، يعني الناس ما قاموا شيء، يعني الناس رأوا مخاطر بجد يعني. نعم، يعني في يعني أنا زي ما بيقولوا عندنا هنا بلغتنا المحلية شراط، أو بيقولوا عليه الشرط طبعا ده، لكن إحنا بنسموه شراط محليين، إنه في بعض الناس ما تبي فيها الصيانيد، لكن ما بتجي المنظمات الدولية ولا المنظمات المحلية الصحية هي تكشف على النازل ما تمالوا، لكن يعني نسبة الفشل الكلوي زي بيقول لك ما تبي فشل كلوي طالما نرضى ظاهر، لكن سبب الفشل الكلوي يعني زمان ما كان عندكم الأمراض دي ظهرت جديدة. زمان الناس ما بيعرفوا الكبد الوبائي، ولا بيعرفوا التشوهات الخلقية، ولا بيعرفوا الفشل الكلوي، ولا بيعرفوا السرطانات، الكلام ده كله ما بيعرف، كانت بيئة نظيفة يعيش فيها الإنسان، كان متوسط الوفيات عندنا 83 84 85 سنة، الآن بلغت نسبة متوسط الوفيات من 50 إلى 45. نعم نعم، وعندك أي مناشدة تقول عبر راديو دبنجة؟ أناشدكم من هنا، أيوة أناشدكم من هنا وعبر راديو دبنجة في هولندا، والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية و
العالمية ومنظمات حقوق الإنسان الداخلية والخارجية ومنظمات حماية البيئة في الداخل وفي الخارج أن يلتفتوا علينا وأن ينظروا لغضايانا وأن يحملوا المسؤولية السلطات المحلية والسودانية نفسها بأن تقوم بواجبها في حماية الإنسان في كل المناشدات عبركم إنه ويجفوا على يعني إحنا ما عاملين حاجة يعني بيضرة ولا عاملين حاجة مثلا داسينا أو زي ما بيقولوا تحت الترابيزة الكلام مفتوح ممكن يشارك فيه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ممكن يجي ويرى بعينه والناس يشرحوا له الكلام ده على أساس إنه يعرف الحاصل شنو. شكرا لك الأستاذ عثمان علي جبريل على إفاداتك الواضحة حول اعتصام منطقة الفدا في الوحدة الإدارية المناصير بمحلية أبو حمد، وإلى جديد الملتقى في حلقة أخرى من برنامج صوت الولايات. لكم تحياتي وجيل عافية.